وسررنا جدا بحضوركم على بلدكم الثاني لبنان. اليوم بدك تخبرينا شو بيعني لك مستر كريم؟ حبيبتي اول شيء اشكرك على هذا اللقاء، وفعلا مثل ما ذكرتي وبلدنا الثاني لبنان بلد الجمال والثقافه، يعني لي الكثير هذا التكريم. اولا انه يصدر من المجلس الانمائي للمراه، المرأة اللي دائما تكون مقيمة ومقدرة، اللي عانت معاناتها حقيقة، فقد ما يعني تنذكر بهالشكل هذا فتكون مصدر فخر لنا. فضلا عن انه التكريم او الجائزة اجت وفقا لمعايير، يعني مش مجرد تكريم وشغلة هالشكل عشوائية، وإنما وضعت معايير دولية على ضوءها تم الاختيار والمنافسة والتصويت أيضا. نعم، فعليه هل الشيء هذا راح يعطي مصداقية واعتزاز بالشهادة وبالعليا الدرع اللي انسان اياه، تبقى ذكرى حلوة انه المرأة محط تقدير واعتزاز في بيروت. نعم، وان شاء الله دائما نلتقي بهذه المناسبات الهادفة. احنا شوية جائحة الكورونا حددت من أكيد رغم ظروف كورونا صعبة، من الحضور حددت من الفعاليات، ومع هذا مشكورين جدا لدعوتكم لنا وحظينا بهذا التكريم والتدريج. نعم، شكرا دكتورة، وأكيد مستحقة لهذا التكريم وأكثر كمان. تشرفتونا. أشكرك.